بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. هذه رسالة خاوتي إلى كل خاوتي مشطوبي الجيش الوطني الشعبي، رسالة أخوية أو نصيحة أخوية. دائما راني نقولها لكم أن حقكم قبل حقنا، يعني ديما نقولها، نقول أنه مصطوبي الجيش حقكم قبل حقنا. أنا احنا عدنا الكاتورس كما قلنا لكم من قبل راي ساطرتنا. حبينا نفهموكم خاوتي في شيء قبل ما نتكلم، نعطيكم مثال حي. الخطاب التالي تاع السيد رئيس الجمهورية مع السادة الولاة، لما كان يتكلم مع السادة الولاة على باله بكل شيء. التغييرات تاع الولاة هذه لها تكون ثاني. حبيت نسألكم، اسكو كاش منهار او كاش زيارة قام بها السيد رئيس الجمهورية للولايات، عمره لا دار زيارة، عمره لا ذيك، والله ما هو لاهي للولات. لكن الشيء اللي خلاه انه مطلع على كل شيء، اللي كان يحكي معاهم على باله بكل شيء، والشيء الحاجه اللي خلاته على باله بكل شيء، وهذا الشيء اللي يعتمد عليه السيد رئيس الجمهوريه، وهي التقارير انه السيد رئيس الجمهوريه يعتمد في الجمهوريه الجديده على تقارير اللي توصلوا من الجهات مختصه سواء امنيه او اداريه. سيد رئيس الجمهورية يعتمد على الواقع أو شيء من التقارير الأمنية، حتى مواقع التواصل الاجتماعي راح توصلوا تقارير عليها. قلنا لكم 70 خطرة يا خاوتي أنه أسماواتكم راح في الريزو مسجلة، أنه الشيء اللي راح تدوه وهي المنحة التكميلية يا خاوتي المشطوبين، سمعوني مليح، أنه الشيء اللي راح تدوه المنحة التكميلية. كما يقول لك الإنسان يكون ذكي، نشد المنحة التكميلية ومن بعدين كيما يقول لك نعتشد بها يدي كي تكمل النضال تاعك، ولا تحب تزيد حوايج اخرى معليش، لانه الخرجات تاعكم هذه يا خاوتي والله العظيم ما تجيب فائدة. والله انتم تقعدوا 100 سنة، دوك نفهم خاوتي كيف ديروا بطريقة قانونية. اقسم بالله الصوت تاعكم يوصل للسيد رئيس الجمهورية وتدوا حقكم في اقرب وقت ممكن، لانها صرات من قبل وعد البطالين، وكانت توصلوا تقارير ما طولش عطالهم حقهم، وعد 70 واحد عطالهم حقهم الا انتوما والمتقاعدين. المتقاعدين قلنا لكم راه قاضين صوالحهم، عدوا 14 متقاعد اللي راهي الشيء الاخرى وكذا، الا اللي راه يخلص مليح. هذه دوها قاعده من عندي انا، كراني متقاعد من الجيش، وكيما راه الناس مقبول انا هي مقبول، بصح قلت الحمد لله. الشيء اللي حبيت نبين لكم يا خاوتي المشطوبين الجيش الوطني الشعبي، انه التقارير اللي تطلع عليكم هي اللي راه معطله، راهم داروا ذيك، راهم يسبوا في الفيسبوك، راهم يديروا ذيك، راهم يجتمعوا في الغابه. كسمة واحد يروح يجيب حقه في الغابه يا خاوتي، ما كاش منها. الشيء اللي حبيت ننصحوا بكم، وانتم تعرفوا صلاحكم، راني اخوكم وراكم خاوتي، انه كما يقول لك الشيء اللي باقي توصلوا به الرسالة، وهي كل واحد في البلدية تاعه، كاع المجموعة المشطوبين، كل جماعة في البلدية تاعها، ديروها بإجراء قانوني. واش تاهي هي؟ أنها تكون مجموعة محددة العدد، ديروا وقفة في كل بلدية. واش دير؟ تروح تبلغ الهيئات الأمنية، سواء خاصة الدرك الوطني، تبلغ فرق الدرك الوطني باللي احنايا مجموعه من المشطوبين او المفصولين كما حبيتوا تسموها انتم، الله يسهل، رانا دايرين وقفه احتجاجيه نطالبوا بالحقوق تاعنا، انها تكون محدوده العدد، تعطيلو قال لنا فلان وفلان 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 وفلان، ومحدوده الوقت، قال رانا باغيين نوقفوا ساعتين في بلاصه باينه في وسط عامه الناس كذا، انك تبلغ السلطات ثاني كذلك في البلديه. احنا هي مجموعة من المشطوبين راح نديروا وقفة احتجاجية او باه نوصلوا الرسالة تاعنا، راح يكتب التقرير الامني، قسما بالله التقرير الامني من البلدية تاعك يوصل حتى رئاسة الجمهورية. لما يكون التقارير الامنية هذه تكثر
في البلدية الفلانية بالبلدية الفلانية البلدية الفلانية كذا كذا كذا، راهي 58 ولاية، اختاروا في كل وقت ولاية، قال مثلا في ولاية تيارت مثلا راح نديروا الولاية تيارت هي اللي دير وقفات، تروح دير وقفة تاعها، قلنا لكم محدودة العدد، أنك محدودة الزمن، قال باين نوقفوا ساعتين ونروحوا، أفهموا إن خاوتي، السلطات أو الجهات الأمنية وكذا تكتب التقرير تاعها باللي راهم جاوا المشطوبين أو المفصولين كما سميتوها أنتوما، وترسل هذاك التقرير الأمني قسما بالله يوصل حتى الرئيس الجمهورية، لأن سياسة رئيس الجمهورية أنها يعتمد على التقارير. قلنا لكم السيد راه على بالو كاع واش راه صاري في الجزائر، والله سوى من التقارير الامنيه اللي توصلوا او تقارير اداريه او جهات مختصه او مانيش عارف، المهم يعتمد على التقارير. لما يكثروا التقارير الامنيه تاعكم الجهه الفلانيه البلديه الفلانيه البلديه الفلانيه كذا كذا، تجمع ترسل الى رئاسه الجمهوريه، اقسم بالله يا خاوتي في اقل شله في راسكم والله تدو حقكم. فيما بالك خاوتي انه فلان دار وقفة احتجاجية سلمية واللي موثق هذا وهو الجهات الامنية احسن، والله انه توصلوا الان والله غير توصلهم في تقارير امنية كلها العكس في العكس، راهم يسبوا في الفيسبوك، راهم يروحوا الغابة الفلانية، راهي تحرير هذيك دي، جربوها خاوتي والله انت تدو حقكم. قلنا لكم في كل بلدية تروح بلغ الجهات الأمنية، ديروا ممثل تاعكم مثلا، تبلغوا الجهات الأمنية، الجهات الإدارية، مهما كان، قال يا ودي رانا نديروا في وقفة مثلا سلمية بالليست الفلانية مثلا فلان فلان فلان، ما تكونش العدد كبير، ماشي بشرط تجيب له 1000 ولا 2000، والله نجيب له 10 من الناس، وتكون نظامية وكذا وكذا، والله العظيم الرسالة تاعك توصل. في الولاية كاين الجهات الأمنية، كاين جهات تاع مثلا قطاع العمليات مثلا تاع الجهات العسكريه انهم يتبلغوهم، رانا دايرين وقفه تاع مثلا زوج سوايع، اقسم بالله يا خاوتي هذه التقارير لما تجمع جميعا وترسل الى رئاسه الجمهوريه باللي الناس راها تطالب في حقها بطريقه سلميه، اقسم بالله تدو حقكم اللي راه اصلا هو راه واجد، قلنا لكم حقكم والله غير واجد، اسمواتكم والله غير في الريزو، والمنحة التكميلية والله تدوها حاجة واحدة أخرى ما نضمنها لكمش، المهم أنك تدي المنحة التكميلية 2,700,000 ومعها مثلا منح أخرى يا خيرك يا ربي. أما أنكم توصلوا أو تسمعوا في هذ الناس اللي مثلا أصحاب المناصب الوهمية والجياحة، كاين اللي حتى تلقاه جايح في الفيسبوك يحسب في روحه يناضل هو جايح، والله مش جايح والله غير جايح، توصلوا انكم تسبوا بعضاكم كذا كذا، هذا الشيء راه كاع يوصل الى رئاسه الجمهوريه على شكل تقارير. قلنا لكم ان السيد رئيس الجمهوريه والله يعتمد على التقارير اللي توصلوا، اقسم بالله يوم تباتوا في الجزائر 100 سنه راح يوصل التقرير باللي في الجماعه الفلانيه دايرين فوضى، هذه الكلمه اللي توصلوا، اما واش صرا واش كل واحد يتحمل مسؤوليته. فهمتوني خاوتي؟ والله إذا حبيت تدوا حقكم اللي راه أصلا كاين، أنا هذه اللي مدوختني حقكم راه محطوط وراه أسمواتكم مكتوبين في الريزو، تروح تدي الماتريكيل تاعك يقول لك راك في الريزو، الدولة بات دخلك في الريزو تاع وزارة الدفاع قلت لك ماهيش تلعب، معناها اصبر دوكا، قلنا لكم ديروها كيما بلغتكم، راني نعاود لكم فيها يا خاوتي. في كل بلدية في البلاصة اللي لك فيها 10 من الناس 20 من الناس، تروح تبلغ الهيئات الأمنية باللي احنا يا فلان مشطوبين تاع الجيش، رانا دايرين وقفة سلمية باه نبلغوا رسالتنا للسيد رئيس الجمهورية، هما يكتبوها تقرير، التقرير تاعكم والله يوصل، بالك تقولوا ما يوصلش ولا حاجة، والله يا التقارير الأمنية والله توصل. كذلك تاع الفيسبوك، أنا تاع الفيسبوك ما نقدرش أني نوصي في خاوتي اللي في الميدان، اما تاع الفيسبوك ما تقدرش تحكم فيها، فيها دخلاء، فيها كل اللي داك راسه يقول لك بالك انا ثاني يجيني حقي معاهم، هذه دوله الا عندك حق تديه، ولا راك تصمت على خاوتك، راك تصمت على خاوتك، هما والله يدوا حقهم اليوم ولا غدوه، بصح انت اللي داك راسه غير هكا تقول بالك على ربي انا ثاني تجيني بالك يباركوني معاهم ودي ينسى. لكن تاع المواقع ما يهمناش، والله غير كيما يقول لك التقارير اللي في الواقع، اللي في الواقع لو وصلت على انه هذا الناس بعدد محدود، كيما يقول لك بوقت محدود انهم قعدوا ساعتين وراحوا،
بدون تدخل القوات الامنيه بدون ذيك، والله انه الرسائل تاعكم والتقارير هذه توصل لرئاسه الجمهوريه، اقسم بالله يا خاوتي تدوا حقكم اللي راه اصلا واجد. نتمنى انكم فهمتوا الرساله تاعي، والله درتو كيما تخدموا، لا عاندتونا حنايا المتقاعدين، احنا عندنا 14، احنا كوم انا 70 عدس، ما نروحوا للغابه ندو حقنا. كون جينا مثلا ما عندناش 14، ما نبداو نهضروا في ديك الهضره تاع هضره جايحه، الارهابي كرمتوه وانا يا شيء ارهابي كرمتوه، هذه ناس الله يهدينا ويهديهم، بصح علاه عنده 14، كون ما عندوش 14 والله ما يهدر الهضره يا خاوتي. والله يعطوا له مليون يروح يجيبها. هاني نوصي في خاوتي المشطوبين، خذوا راي عمكم لاجودان شاف، والله هما تدوا حقكم اللي راه هو اصلا راه واجب. انا قلناها لكم جماعه البطاله وعدهم السيد رئيس الجمهوريه كما وعدنا حنايا، هما سكتوا ما ناضوا ما قالوا رانا بطاله، ما قالوا ذيك ما ذيك، وصلت التقارير الامنيه باللي ذيك باللي الناس راه تدفع في الدوسيات في المكاتب تاعهم هذيك تاع بيرو مونديفر، وصلت تقارير امنيه ما شاء الله، قال صبوا لهم درهمهم وراه راه يزيدهم في جانفي. اما انتم لا تبقوا في هذ الناس تاع اللي الله نروحوا والله هذيك، يا خوتي الجزائر صعيبه يا خاوتي الجزائر، والله رانا ولادها ونخافوا منها، والجزائر صعيبه والدوله والله ما هي ساهله، والله ما كنت لي تلويل ذراعها والله الف واحد مني، والله هذيك الدوله بمؤسساتها وبجيشها وبالامن تاعها وبالدرك تاعها، والدولة قائمة خاصة في المرحلة اللي أنا فيها. ديروا خاوتي كما قلت لكم، ديروا وقفاتكم على أساس أنها تقارير، ماشي أنت تكتبها وماشي تقولها في الفيسبوك، راهم يديروا بعض الأغبياء يحسب في الفيسبوك راه يوصل رسالة تاعو، والله السيد رئيس الجمهورية راح يبطل كاع الأمور تاعو يقعد يتبع في الفيسبوك، لا التقارير اللي توصل. والله يوم ندير وقفه مثلا هنايا في بلديه والله في اقصى الجنوب، اقسم بالله التقرير تاعها الامني غيوصل للرئاسه، لانه السيد رئيس الجمهوريه قلنا لكم يعتمد على التقارير اللي توصل. روح اخويا ديرها اطار قانوني في كل بلديه، ديروا مجموعه تاع مثلا والله ما تتعدى 20 واحد، قال اودي تروح للجهات الامنيه فرقه الدرك الوطني، قال احنا يا جماعه مشطوبين الجيش الوطني، هالعدد تاعنا هالوقت اللي باغي نديرو فيه، هو واش تاهي والله يكتب لك التقرير الامني تاعك، والله هذاك التقرير يوصل للولايه من الولايه، يوصل للجهاوي من الجهاوي، يوصل للسنترال تاعهم، والله يوصل لرئاسه الجمهوريه. والحمد لله والله يوصلوه بامانه باللي الناس هذو جاو في رحمه ربي داروا كذا كذا كذا، والحمد لله ما صاصا ورا. اقسم بالله يوم وما تعجلوش بالطريقه هذه، انكم تعجلوا تدوا حقوقكم اللي قلت لكم عليها، انه اللي يستاهل يدي، او مو تاع اللي يدي والله ما يديش، والله ما نفتي لك فيها انا، الدراسه والقانون هو اللي يعطي لك ولا ما يعطي لكش. انه من حتى تكميليه والله راكم ديتوها وقت فايت، راك تاكل فيها مع وليداتك، اما من بعدين كي تحب تناظر الا حاجه زايده ما حق. هاو البطاله ماهوش خدام، عطاو له 1300 ما با 6 اشهر ولا 7 اشهر عم لحقوها لزوج ملايين، انت ثانيه كي يعطوا لك المنحه تاع 2,700,000 من حتى تكميليه ما تعشيش، هذا هذه الجزائر خيرها ياسر، ممكن 3 اشهر 4 اشهر يزيدوك المنحه الفلانيه، المنحه الفلانيه وانت ديت شهريه مع خاوتك. وقلناها لكم علاه الملف تاعكم راه في دراسه، المهم خاوتي ديروا هذه الطريقه القانونيه، ديروا وقفات محدوده العدد، ما يكونش العدد كبير ومحدوده الوقت، ما تفوت ساعتين ولا ساعه ولا ساعه ونص، نهار اللي تطلع التقارير الامنيه باللي هذو مفصولي الجيش او مشطوبي الجيش راهم داروا وقفه سلميه وما كان حتى حاجه وراهم يطالبوا حقوقهم، اقسم بالله وما تدوش المنحه التكميليه تاعكم في اقرب وقت، اروح الله جودا نقول له خساره عليكم، اللهم اجعلنا الخير. اما هذيك الخراجات والغابه وذيك والله تقعد في الجزائر 100 سنه والله ما تقدر الجزائر كيما يقول لك تلوي لها ذراعها، او يفوق يقول لك انك تبلغ رئيس الجمهوريه، لكن لكن رئيس الجمهوريه قال الناس حتى تطلع للعاصمه باه تبلغوا، اما لا تزاير كومبلي تطلع للعاصمه باه تبلغ لرئيس الجمهوريه. اعطينا لكم مثال انه حديث مع الولات مع الساده الولات والله على باله كلش، احكي لهم الاشياء والله على باله كلش، معناها التقارير الامنيه هي اللي توصل لرئاسه الجمهوريه اللي اعتمد عليها السيد رسول، ديروها بطريقه نظاميه، لما ديتوش حقكم اروح الله جودا نقول له خساري. ان شاء الله ربي يفرج عليكم ويفرج علينا احنا ثاني، انتم راكم كيما يقول لك أنت أولى منا بالحقوق، من حد تكميلية ما كان حتى واحد راه يحسدك عليها، 2,700,000 والله ما يحسدك عليها واحد،
ربي ان شاء الله تكون من نصيب تاعكم، ديروا هذه الطريقه القانونيه اللي قلت لكم عليها لجو دانشاف، وتطلع التقارير لما تكثر 58 ولايه تقارير تاع بلديه شحال بلديه شحال من تقرير يطلع، والله العظيم الى يقول لكم في اقرب وقت. ربي يوفقنا لكلمه الخير وللتنوير خاوتي، ربي يجعلنا للخير ان شاء الله. المجد والخلود لشهداء الابرار، تحيي الجزائر، تحيي الجزائر، الله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.